وتفقد الطير فقال ما لي لا أيها الإخوة المؤمنون، نعود بحضراتكم لساحة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية الرجبية التي أكرم الله فيها راحلنا الكريم أن يكرم في ليلة الإسراء والمعراج، مسرى ومعراج حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وضيافته برب العزة جل وعلا، بل ومصليا بالأنبياء إماما. نستمع وإياكم لفضيلة القارئ العلم الشيخ سعدي فاضل المنصري قارئ مصر والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إبراهيم حنيفا وما كان من إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سبحان الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى إسرائيل
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فجاسوا خلال
وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء دخلوه أول مرة
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الذين لا يؤمنون بالآخرة
الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء ويدعو الإنسان بالشر دعاء الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سعدنا وإياكم أيها الكرام بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة من خواتيم سورة النحل وصدر سورة الإسراء، فضيلة القارئ العلم الشيخ سعدي فاضل المقصري قارئ مصر والعالم الإسلامي في هذا المقام القرآني التكريمي الكبير لزينة الرجال والشباب وأغلاها رجل الأعمال المعروف الحج هاني رئيس قابيل، مشاركة لآل قابيل الأكرمين ومشاركة لآل قري الطنان ومشاركة لرجال محافظة القليوبية جميعا في ليلة تكريم رجل من أغلى وأحب الرجال. باسم آل قابيل الأكرمين أتقدم لحضراتكم بوافر من الشكر والتقدير عملا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من داخل كبرى قصر الضيافة المتنقلة بالإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والأعمال الفندقية المتميزة لمخازن أولاد الحج عبد المجيد محمد بطمان، أما قناة المهندس أحمد الجعبري للقنوات الفضائية المصرية. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وتسبيح ملائكتك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. نستهل هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة خير الليالي التي يصلى فيها على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى، ثم بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحياء هذه الليلة بتلاوة القرآن الكريم، حيث إنها ليلة مشهودة وليلة تاريخية في تاريخ الإسلام، حيث أسري في مثل هذه الليلة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى في ضيافة رب البرية جل وعلا واصطفافا للملائكة واحتفالا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة نسأل الله أن يكتبنا فيها جميعا من الصالحين، وأن يرحم فيها راحلنا الكريم، وأن يتقبل دعاء الناس له بالخير. فاللهم اجعل هذه الليلة في قبره خير لياليه، وهذه الساعة خير ساعاته، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.